لتسليط الضوء أكثر على انتهاكات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه ضد المقدسات في فلسطين، ينضم إلينا الدكتور عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى عبر الهاتف من القدس. أهلا بك معنا دكتور عمر. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك دكتور عمر. يعني لا تمر أيام حتى يتعدى المستوطنون حدودهم كما تعلم باقتحام جديد لباحات المسجد الأقصى. السؤال هنا، إلى أي مدى يمكن ربط هذه الاقتحامات بمحاولات التقسيم الزماني والمكاني للأقصى؟ نعم أخي الكريم، يعني نحن نقول هذه الاقتحامات التي يمارسها الاحتلال هو من أجل فرض واقع على المسجد الأقصى بهذه الاقتحامات، ومن أجل تكريس هذا المنظر اليومي لهذه الاقتحامات. ونحن نقول هذه الاقتحامات هي غير شرعية، تتم بقوة الاحتلال بقوة سلاح مهما بلغ عددها، مهما تكررت ومهما لن تتكرر. وهذه الواقع الذي يريد أن يفرضه الاحتلال يفرضه بقوة الاحتلال بقوة السلاح، لا يعطي شرعية للاقتحام ولا لشرطة الاحتلال أن تقوم بما تقوم به يوميا من حراسة هؤلاء المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، وممارسة في الوقت نفسه التضييق على أهل فلسطين والمسلمين القادمين إلى المسجد الأقصى من حجز هويات وحصار للقبة الصخرة، عفوا للمسجد الأقصى ولقدس الشريف. نعم دكتور عمر، يعني لكن بماذا تفسر تزايد فعلا الاقتحامات من قبل المستوطنين الذي لربما أصبح مجدولا بشكل شبه يومي خلال الفترة الأخيرة؟ نعم أخي الكريم، يعني هناك الاقتحامات، برنامج الاقتحامات ومن يوم صباحة يوم الأحد ويستمر يوميا فترة صباحية وفترة ما بعد الظهر من الساعة 7 حتى الساعة 10:30 الفترة الصباحية، وفترة بعد الظهر من 10:30 حتى الساعة 2، وذلك من أجل هذا فرض هذا الواقع، يعني من أجل التقسيم الزماني ولكن أو المكاني. لكن فشل الاحتلال وسيفشل دائما في أن يفرض التقسيم الزماني أو المكاني في داخل المسجد الأقصى المبارك، ولكن هو يمارس هذه الضغوطات والتضييق على الناس من أجل في فترة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من أجل أن يفرض ويكرس هذا الواقع. ولكن بفضل صمود أهل فلسطين والإصرار على التواجد في المسجد الأقصى هو الذي يعزز إسلاميته وهو الذي يعزز عروبته رغم كل الحصار ورغم كل التضييق على المصلين أثناء دخولهم إلى المسجد الأقصى المبارك. لكن هذه الغمة بإذن الله سبحانه وتعالى بالإصرار وأيضا بالتواجد اليومي من لأهل بيت المقدس وللمسلمين سيزال إن شاء الله كل هذه، وستفشل كل الإجراءات الاحتلال رغم أنها مبرمجة ومنهجة ومدعومة من دولة الاحتلال. هذه الاقتحامات تتزامن مع تعنت سلطات الاحتلال ولمدة شهر تقريبا استكمال ترميم قبة الصخرة. لماذا الآن، لماذا سمح الآن بإدخال مواد البناء برأيك دكتور عمر؟ أخي الكريم، بالنسبة للترميمات هي مستهدفة منذ عام 67، ولكن الآن شدت وطأة الاحتلال على منع الترميمات ومنع المشاريع في داخل المسجد الأقصى المبارك، وذلك لأن الاحتلال يريد أن يبين أنه هو صاحب السيادة وصاحب السيطرة وهو من يسمح بالترميم أو يمنع الترميم. نحن نقول لا شأن للاحتلال في المسجد الأقصى لا في الترميم ولا في أي أن يتدخل في شؤون المسجد الأقصى ولا في شؤون المصلين في داخل المسجد الأقصى المبارك، وهو يريد أن يغير هذا الواقع ليفرض واقعا كما قلت ويفرضه بقوة الاحتلال لا يفرضه بالشرعية، فهو هي قوة قائمة بالاحتلال تقوم باستغلال احتلالها من أجل أن تحقق أهداف في داخل المسجد الأقصى سواء بالترميم بمنع الترميم بمنع المصلين من أجل أن يبين أنه هو صاحب السيادة
وفي داخل المسجد الأقصى المبارك. فلذلك نحن ننظر بعين الخطورة لهذه الأعمال التي بحاجة إليها المسجد الأقصى لترميمات اليومية التي بحاجة إليها المسجد الأقصى المبارك من أجل الحفاظ على هذه الجوهرة والمعلم الإسلامي. شكراً. الذي عمره أكثر من 1300 عام، ولكن الاحتلال يريد أن يتدخل في كل هذه الشؤون من أجل تغيير وفرض واقع جديد. نعم، إذن الدكتور عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى كنت ضيفا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا لك.